نحن اليوم في محطة إضافية من محطات ضرب لرموزنا ولا رجال القيادة في شعبنا في الداخل. من ما قام به الأخ سعيد دفاع ومشروعه للتواصل، إنما هو مشروع إنساني قومي وطني في درجة الأولى. وما أفرزت عنه المحكمة الدولية في السجن الفني إنما هو ضرب وإقصاء لهذه الطائفة المعروفية العربية الفلسطينية ولرموزها السياسية. ونحن نقول لهم إذا كان هذا العمل عمل التواصل الإنساني القومي الأول يؤدي إلى السجن، فنحن كلنا سعيد دفاع وكلنا سعيد دفاع في هذا المشروع، مشروع التواصل. ومن هنا نؤكد على رفضنا لهذه السياسة الموجهة، ونؤكد على طريق نضال الحسين، طريق التواصل، ونحيي هذا العمل القومي الوطني الأول. ونحن نرفض ونستنكر ونستهجن هذا العمل أو هذا العقاب الذي هو عقاب سياسي ليس إلا. فنحن نؤكد أن عملك هو عمل إنساني مشرف من الدرجة الأولى، ونحن معك في طريقك، ونحن معك أيضا حيث تكون في السنة القريبة. وكن على يقين كلنا سيدفع معك إلى النهاية. كذلك نؤكد على نضال سجناءنا السياسيين ونضالهم من أجل هذه الحرية، فنحيي جميع أسرانا السياسيين، ونحيي الأخ سعيد في نضاله، ونتمنى لك فترة قصيرة وتكفينا تطلع في نتائج عملي. نجتمع هنا نواصل التصدي لهذه السياسة التي أكثر غبنا وأكثر ظلما تجاه أبناء الطائفة العربية المعروفية التي هي جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب العربي الفلسطيني المتجذرين في هذه البلاد الحبيبة. هذا القرار هو يعكس عكسا واضحا لما تعنيه هذه السياسة، سياسة فرض التسلط تجاه هذه الجماهير، تجاه هذه الطائفة العربية المعروفية. هذه السياسة المتبعة التي تصدى لها منذ نشأتها الحزب الشيوعي الإسرائيلي، حزبنا الشيوعي الإسرائيلي، ومنذ سنة 1973 عند قيامها تتصدى لها لجنة المبادرة العربية التجزية بكل مؤسساتها وبكل نضالها العنيد. لنقول دائما أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ الطائفة المعروفية جزء أساسي، وهذه الرسالة، رسالة هذه المحاكمة السياسية التهديدية التخوفية لن تحمينا ولن تحمينا عن الاستمرار في التواصل، لأن هذا حق وطني وليس فقط حق ديني. نحن في القائمة المشتركة نرفض رفضا قاطعا هذه السياسة، نرفض رفضا قاطعا هذه المحاكمة التمييزية العنصرية السياسية. نحن نرى في هذه المحاكمة في القائمة المشتركة رسالة تهديدية وتحذيرية إلى جميع أعضاء الكنيست والخصوص العرب بأن حصانتكم ممكن أن تكون خلال لحظات في مهام الريح. نحن نرفض ونحن لا نتعامل مع هذا التهديد. نحن نرى في هذا العمل عمل مرفوض، ونحن في القائمة المشتركة نرده إلى أصحابه مع أنه كان قرار محكمة، ولكن طبعا نحن نعرف القرارات السياسية تحاك ليس في أروقة المحاكم بل تحاك في المحاكم في الأروقة السياسية وفي الأروقة الرميعة السياسية. من كل حد وصوب لدعم العدل والحق ومحاربة الظلم والإشحاف، ليصرخوا جميعا بوجه السلطة: كلنا سعيد، كلنا سعيد، كلنا سعيد. كلنا سعيد.
سعيد المحامي والأديب المناضل، وكلنا حقنا في التواصل، حقنا الإنساني والأخلاقي والوطني والديني. أخواني، اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن ترى ترابطاً وثيقاً بين حقنا بالعيش بكرامة على أرضنا وحقنا في التواصل مع أهلنا. لذلك عملت بالتنسيق مع لجنة التواصل وقامت بنشاطات عديدة لإبطال محكمة المشايخ باجتماع كبير في ذات الكرمل، وبنشاطات متتالية للدفاع عن حقنا في التواصل. وفي هذه المناسبة طبعا أحيي لجنة الدفاع عن الأرض، اللجنة المعروفية في بيجن برئيسها صديقي وأخي حمد طافش. الحضور الكريم، يجب أن نعترف ما كانت هذه المهزلة القضائية والمراهقة السياسية والحكم الجائر أن يحدث لولا تواطؤ قيادات وسكوت الآخرين. فكيف ولماذا يسمحون للجميع زيارة أهاليهم في الدول العربية إلا نحن؟ لماذا سعيد كغيره من أعضاء الكنيست زار سوريا ولكنه الوحيد الذي يدفع الثمن؟ ليس لأنه قام بأعمال مختلفة عن الآخرين، بل بسبب انتمائه للطائفة العربية الدرزية. الظاهر إن تواصلنا مع تتحمل مسؤولية هذا التقصير في التضامن والوقوف مع النائب السابق الأخ أبو العلاء سعيد نفاع. زرناه في بيته لنتضامن معه في ساعة، فجلسنا ساعات فوجدناه سعيدا نفاعا طريفا مضيافا مطمئنا إلى مسيرته مطمئنا إلى مصيره. هذه شيم وصفات القادة العظام الذي يشمخ بهم شعبنا. وأنا أعتقد أن الأخ الفاضل والمناضل سعيد نفاع سيخرج من محنته قويا، سيخرج من محنته طودا شامخا تعتز به أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني. الإخوة الأكارم، جئنا لنتضامن مع الشخص، وأيضا جئنا لنتضامن مع قضية التواصل. وقد أحسن الإخوة عندما كتبوا في اليافطة: التواصل حق يقره الشرع الإلهي والشرع الإنساني. ويعني أحببت أن أجد مستندا لهذا القول في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلم أجد يعني أنفع ولا أنسب من قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. وعندما يقول ربنا يا أيها الناس ويقصد كل الناس بكل أطيافهم وأديانهم وأعراقهم ومذاهبهم وطوائفهم. جسر التواصل بنا فيسعد الإنسان، اكتر بفضل البقو وشافوا أهليها. اعلم يديدي محل سجن سجان،
المؤسسة الحاكمة والمخابراتية إذا فقدت عدالتها وإنصافها، ولن يأتي اليوم لتكون هذه المؤسسة القضائية مستقلة بعيدة عن تنفيذ أوامر من ذكرت سابقا. لنأخذ مثالا على ذلك، لقد صدر في سنوات الخمسين قرارا من المحكمة العليا بعودة أهالي قريتي إقرت وبرعم إلى قريتيهما، ولم ينفذ هذا القرار حتى يومنا هذا. لقد قام حرس الحدود في عام 1956 في 29 أكتوبر من ذلك العام بمجزرة رهيبة في كفر قاسم، راح ضحيتها 49 إنسانا بريا، وأنا أول شاهد على ذلك وأول ناجي. وعندما قدم القتلة إلى القضاء حكم عليهم بأحكام متفاوتة، أعلاها 17 عاما، وبعد 3 سنين أفرج عنهم جميعا، وقسما منهم حصل على وظيفة متقدمة وحساسة. هذه العدالة التي نشهدها اليوم في هذه الدولة. نودع نفع، نتضامن على ايش؟ اللي بده يتضامن كان الضامن زمان، اسا ما في ضامن، اسا هو ريع السجن، وين الضامن؟ احنا جايين نودعه وليس نتضامن. هاي نقطة. النقطة الثانية، السيد سعيد نفاع قدم نفسه ضحية. سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم لمنه انا بدي يذبح ابنه، ربنا نزل له خروف مشان ايش؟ مشان نضحي فيه. واحنا اليوم ضحينا على السيد سعيد نفاع، والله حلوه هاي كثير. لماذا القياده العربيه لا تنزل الى الشارع وتتضامن مع السيد نفاع؟ لماذا القياده العربيه والشعبيه والحركه الاسلاميه وكل الاطر لم يتضامنوا مع السيد نفاع؟ احنا جايين هسه نقرا الفاتحه على روحه وليس نتضامن معه. والسلام عليكم ورحمه الله. التي تنبع عنها هذا الاستهداف لسعيد نفاع نابعه عن المعادله التي وضعناها في وقت مبكر، عندما قلنا إن الموقف من سوريا ومن العدوان الإرهابي المعولم على سوريا يشكل خط توزيع المياه السياسي والأخلاقي والإنساني والفكري. في هذا الجانب يقف المعتدون الإرهابيون على سوريا، وفي الجانب الآخر يقف المدافعون عن سوريا المحافظون على كرامتها وعلى عروبتها وعلى موقفها النظامي الممانع والمقاوم. هذه هي المعادلة، وعلى هذه المعادلة يحاكم سعيد نفاع ويحاكم الموقف الصحيح من الجريمة التي ترتكب بحق شعوبنا وبحق سوريا لتفكيكها وتفتيت شعبها. وفي هذا الإطار المعركة ليست فقط على وحدة الشعوب، وإنما على وحدة الأوطان في هذه اللحظة العصيبة التي تستهدف فيها الأوطان وتستهدف فيها الشعوب. والسؤال الحقيقي هو ليس التواصل، السؤال الحقيقي هو التواصل مع من؟ من يتواصل مع من؟ وأنا أقول لسعيد نفاع، لو كنت تتواصل مع منظمات الإرهاب من جبهة النصرة إلى داعش وما بينهما من جبهات إرهابية لكنت تستقبل استقبال الملوك، لكنت تستقبل. لا يستطيع أن يحرم عليهم الالتقاء مع أهاليهم أينما كانوا، حتى في سوريا وفي لبنان
وغيرهما من الأقطار العربية. وإذ يذهب سعيد نفاع إلى السجن بعد قليل أيام، إنما هذا يسجل له كوسام شرف على صدره وإكليل من المجد على فوق جبينه، لأنه يسجن عنا جميعا. ومن أجل قضية وطنية نؤمن بها، نعم نقولها بصوت، نقولها بوضوح وبصوت مدون، نحن مع التواصل مع أهالينا ومع شعبنا العربي الفلسطيني وسائر شعوبنا العربية من الخليج إلى المحيط. وفي الوقت نفسه إذ يذهب سعيد نفاع إلى السجن، في لهي وصمة عار على جبين السياسة الحكومية العنصرية وعلى جبين القضاء الإسرائيلي، فعندما تصبح أحكام المحكمة العليا موقا للمناخ العنصري المستجدي في الأوساط الرسمية والدوائر الحكومية، فإنه لا يستطيع أحد أن يتكلم عن نزاهة أو موضوعية، لأن المحاكم في إسرائيل تبرئ المجرم وتجرم البريء. فما الذنب الذي اقترفه سعيد نفاع وقد خلا قرار الحكم من أي إشارة إلى مخالفة أمنية؟ وهذا يثبت أن الحكم الصادر بحق سعيد نفاع سياسي بامتياز، وما هو إلا انتقام واضح للجمنا عن ممارسة حقنا الأساس في التواصل مع أمتنا العربية. جئت إلى هذا المهرجان، إلى مهرجان التواصل والحرية والتضامن، وتحت شعار لن ينتصر السجان، جئت بصفتي ممثلا لاتحاد الكرم للأدباء الفلسطينيين، وكذلك بصفتي عضو في اللجنة الشعبية القطرية للتضامن مع سعيد نفاع وحفاظ المحافظ على الهوية العربية السورية من الجولان العاجل لاندماج الوطن الأم بسوريا. جئنا إلى هنا، جئنا إلى بيت جن ليس لنتضامن مع الأخ سعيد نفاع، بل نقول للسلطات نحن كلنا سعيد نفاع، مهما سجنتم ومهما ظلمتم ستبقى التضامن مع الوطن حبيب سوريا العروبة. أيها الأهل، أيها الوفد بمنظمة التحرير الفلسطينية الكريم، نحن أبناء سوريا الحبيبة قد تعلمنا وتربينا إن قضيتنا المركزية هي قضية فلسطين، والبوصلة دائما وأبدا نحو فلسطين. وبسبب هذا الموقف الشريف والشجاع